رسول الله، يا حبيب الرحمن، أيها الراقد في المدينة المنورة، اسمع يا حبيب الرحمن أخبارنا. يا رسول الله، أيها الراقد في المدينة المنورة، اسمع طيفا من أخبارنا. يا رسول الله، إن الراقصات والممثلات يهدى لهم توقيعك وختمك يا رسول الله، ودعاة المسلمين يا حبيب الرحمن. أيها الراقد في المدينة المنورة، إن العلماء الذين أوصيت بهم وبعلمهم سيعدمون بعد رمضان، سلمان العودر وعوض القرني وعلي العمري ومن قبلهم خالد الراشد، آن لهم اليوم أن يكرموا، ولكن يكرموا على المشانق، يكرموا اليوم على المشانق. والله لا عاش قاتلكم ولا عاش سجانكم ولا عاش من سيعدمكم. إلى كل حر على وجه هذه الأرض أوصل رسالتي إلى الأحرار في العالم، أوصل رسالتي إلى آخر ما تبقى من الشرفاء في العالم، أوصل رسالتي إلى آخر ما تبقى من الشرفاء في العالم، وإن كانوا في آخر الدنيا. أقول لهم أنقذوا العلماء، فوالله إن عدم الدعاء، إن أعدم العلماء فإن القادم أسوأ. أيبارك الله في أمة تقتل علماؤها؟ أخبروني، أيبارك الله في أمة تقتل دعاتها وتفتح أبوابها للراقصات وتفتح أبوابها للفنانين وللفنانات؟ أنقذ الدعاء قبل أن يعدموا، أنقذ الدعاء قبل أن تسيل دماءهم من أعلى المشانق ويسيل معها ما تبقى من كرامة وما تبقى من شرف في هذه الأمة. يؤتمن الخائن ويخون الأمين في زمانه، لكن أبشر، غدا تطير العصافير، غدا سيعلم سجاني بأن دمي يسعى إلى الله من بين الزنازين. شعارنا أيها الأموات تحت الأرض عودوا، أيها الأموات تحت الأرض عودوا، فإن الأحياء فوق الأرض ماتوا. إي والله، هذه أرض الله ولن يسير فيها إلا ما قدر الله. قدر العلماء ليس في يد تافه، قدر العلماء هو في يد الله. فأنجزوا ما شئتم، واخضوا ما شئتم، واحكموا ما شئتم، فإن الحكم في النهاية والقرار هو بيد من خلق هؤلاء. ستذهبون إلى مزابل التاريخ، وسيدخل هؤلاء من أوسع أبواب التاريخ.